بشير الجميل. السيد موزن. سيد حسن. تربية الناشئة من عمر 5 سنين ل 18 سنة ضمن برنامج تربوي وفق الطريقة الكشفية. ما بعرف أهلي، بس بعرف إنه اسمي خالد محمد علي، ما معي أوراق ثبوتية، وكنت عايش مع جدي. لك يا عمري 9 سنين ضليت لحالي، بقيت لحالي على الطريق. جي قول اسقاط السلاح. اي سلاح؟ لبنان كله. يعني جي لا لاسقاط السلاح؟ نعم. ايه وانت شو جاي تقول اليوم؟ اليوم عندكم عطلة؟ ايه. مبسوطين هون؟ ايه. شو عم تعملوا هلا؟ عم نظهر. اي سلاح ما بدك ايه؟ انت اي سلاح ما بدك؟ كيف بغني ومالي صوت؟ بدي غني للناس اللي ما عنده الناس، وكانوا هن الاساس. لكن كيف غني كيف؟ دايما بشوفك عم تنزلي على التظاهرات بحملة اسقاط النظام الطائفي، ليه عم تنزلي؟ بنزل عشان لبنان يصير احسن. عم نرش رز وعم بنزل على المظاهرات. نزلت على 6 مظاهرات وناطرة للتانية، بس في وحدة ما نزلت عليها لأنه ما عرفت إنه كانت. كنت زهقانة بالبيت وما عندي شيء أعمله، فبابا كان نازل على مظاهرة قال لي بدك تنزلي؟ قلت له انه لوين؟ قال لي عن شو؟ قلت له فكرت فيها شوي بعدين قلت له ايه، وبلشت انزل. في الشعب يريد اسقاط النظام، في يلي واقف على البلكون زال شوف شعبك هون. شو يعني نظام طائفي؟ مش بعرف، بس ما بتدخل كتير. بيسألوني شو عملتي بالأسبوع، أو أنا بسأل. مثلا واحدة بتقول أنا رحت شوبينج مع أمي، أنا رحت على ما بعرف وين، عملت هيك. أنا بقول لهم نزلت على المظاهرة، بس يضحك. بس إنه أنا ما بهتم كتير إنه ليه عم يضحك. أنا بدي أقول إنه هي في بعض الأسئلة ما جاوبت عليهم لأنه أنا ما حكيها فيهم أساسا، ولا أما يعني ما كتير مفكر أنه نقول شيء عن حتى عن النظام الطائفي أو عن الطائفية، ما مفكر أبدا نملي عليها خياراتنا أو أفكارنا. أنا عمال بقول أنه هو لو النظام التربوي عم يعلمها بالمدرسة شيء مدني يعني تربية مدنية، وعم يعلمها شيء ضد الطائفية أو ضد النبذ الطائفية وضد العنف وهي الأمور، كنت أنا ما باخذها على نشاط اجتماعي او سياسي انا عم اقوم فيه مثلا بالمدينه. بس بما انه مش عم يصير في هذا الشيء، قالت لي بدي اروح، قلت لها تعي. بس انا بيهمني انه هي تنتبه وتتذكر. عم في صديق لإلي قال لي انه اخذ اولاده 2، قال لي انه انا بعد كم سنه اذا تذكروا اولادي انه باي تظاهره شاركوا هن وبين، بيتذكروا انه شاركوا بتظاهره ضد العنف ضد الطائفيه. اتفاقيه حقوق الطفل اكيد بتأكد على حق الطفل بالمشاركة،
بس المشاركة بتجي حسب عمر الطفل وحسب قدرات الطفل وهو يكون له رأي. إذا عم بيكون هالمظاهرة سلمية وأمنا له حمايته للطفل وأمنا له قبل المشاركة توعية لشو هو نازل وهو أخذ القرار أنه صح أنا حسب قدراتي وعمري هيدا هو الشيء اللي أنا مقتنع فيه وبدي شارك بالطريقة اللي أنا بقررها كمان، يعني كمان طفل بده يقرر صح، يعني ما بده يحمل شعار للكبار، يمكن الطفل يعبر عن نفس الموضوع بس يعمل مسرحية، يعمل فيلم مثل فيلم كرتون. ونحن كسيف ذا تشيلدرن حسب خبرتنا بالعمل بالمنطقة من سنة 64 سيف ذا تشيلدرن موجودين بالمنطقة، إنه لا، حماية الطفل مش مضمونة وقرار الطفل بالمشاركة مش مضمون كمان. يمنى فواز، قناة الجزائر.